رمضان كريم ويسعد لي أوقاتكم. وصلنا لنهاية شهر رمضان الكريم، شهر رمضان يلي كله رحمة ومغفرة، شهر الكرم. بهذا الشهر الفضيل بنهايته بتبلش العيلة تجهز تجهيزات العيد، من سفرة العيد لحلو العيد لتياب العيد، وأكتر شي الستات بتاخد وقتها وبتتميز بالكعك والمعمول. وصفتي لليوم رح تكون معمول العيد، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية. شو في أحلى من إنه تاخدوا علبة معمول شغل البيت كلها نظافة كلها خير وكلها بركة؟ شو في أحلى من ريحة الكعك بالبيت ومن ريحة المعمول؟ قد ايه بتجيب هيك فرح للولاد لما يقعدوا يساعدوكم بالتزيين الكعكات والمعمولات. وصفتي لليوم أو عجينتي لليوم هي مميزة شوي، طيبة وطرية وبتفقش فقش. اللي بدنا نعمله العيار هو كوبين من السميد الخشن، نص كميتهم من طحين الفرخة، من نسورهم بهيدا الشكل عشان ما يكون فيها ولا عرق لونه بيختلف. بعد ما تأكدنا من الحبيبات بضيف كوب واحد من السكر، نفس الشيء ما لازم يكون في حبيبات سكر بهيدا الشكل. صار عندي أول جزء. تاني جزء بدي حط كوب كبير من السمنة، وبدنا نفركهم بهذا الشكل. أول عجنة هي السميد مع السكر مع السمنة، هيك عجننا أول عجنة. نتركها بحدود لثلاث ساعات لتتشرب السميد مع الطحين مع السكر مع السمنة. هاي أول مرحلة، بتركن تقريبا شي ثلاث ساعات. مثل ما قلتلكن لازم تنفرك هيك السمنة مع الطحين لتتشربها مظبوط. بعد ثلاث ساعات منجيب، لازم تبقى ثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات منجيب كوب من اللبن. لازم تضلها منقوعة ثلاث ساعات مع السمنة، بس هلا عشان أعطيكم الطريقة الصح رح أعجنها وفرجيكم كيف بتصير، لأنه طبعا أنا مجهزة عجينة. بحط كوب من اللبن وبتركها شوي، ما بحط لها ولا نوع بهار وما بحط لها ولا نوع خميرة، بتركها تتشرب السميد اللبن مع السمنة، وبتركها على جنب بحدود الساعتين. حغسل ايدي وجهز انا وياكم الحشوة لنشوف بعد ساعتين كيف بدها تصير العجينة. هاي العجينة بلشت مثل ما شايفين، طلعوا كيف؟ ما في 10 دقائق ربع ساعة بتبلش العجينة تفرجينا انها عم تشرب اللبن، وطبعا ما عم تقدر تكمش لتشكل لي العجينة لأعمل فيها المعمول. كيف بتتشكل صح؟ من بعد وقت لما حسها تشربتها منيح باخد تقريبا كوب أو نص كوب من ماء الورد، ونفس الشيء من ماء الزهر الطبيعي. إذا ما كان ماء الورد أو ماء الزهر طبيعي العجينة المعمول بتصير مثل الحجارة وما بتفتفت. وطبعا بالحلويات العربية مميزين بماء الورد وماء الزهر. هيك بنعجن باقي المعمول، حتى اذا حسيتوها رخت نتفة ما ليه بقلكن انا ريحوها. ما فيكن تعملوا معمول بنفس النهار، مستحيل. بدنا نجهز المعمول وتاني يوم نحشيه. كل ما ارتاحت العجينة كل ما عطتني نتيجة احلى. ليكو عجينتي كيف؟ رائعة. هيدي هيك وبعد ما ارتاحت ورخت اعصابها. كيف اذا رخت اعصابها؟ بدكم تشوفوها كيف بتصير؟ هلا بفرجيكم. وهي عجينتي بعد ما رخت اعصابها. طلع.
احلى عجينه معمول حتفقش فقش. قبل ما نعرف بشو بدنا نشكلها خليني اجرب القوالب الخشبيه. قوالب الخشبيه ما بتتغسل بالمي نهائيا، يعني اذا بدكم تقتلوا القالب بتغسلوه بالمي. كيف بنغسل القالب الخشبي للمعمول؟ بنحط له نقطة زيت زيتون بهيدا الشكل، بنحاول قد ما فينا ننظف قوالب المعمول بزيت الزيتون بهيدا الشكل. كل ما ضلت ريحة المعمول والسكر على القالب كل ما كانت أطيب وفيها بركة. عشان هيك خد القوالب بيتورث وراثي من التيتا من الماما حتى من خالتنا. وحماتك إذا كانت كريمة اطلبيهم منها ما بتقلك لا. دهنا قوالب المعمول بزيت الزيتون بهيدا الشكل وغسلناهم بزيت الزيتون بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا بخبركن شو سر زيت الزيتون بالقوالب كرمال ما تلزق العجينة وكرمال العجينة تعطيني نتيجة أحلى وتتشكل منيح. هيدا القالب اللي بيكون شكله بهيدا الشكل بيضاوي هيدا لمعمول الفستق، وهيدا القالب يلي بيكون مبروم ومسطح بيكون للتمر، وهيدا القالب المدور البيضاوي بيكون للجوز. اول شي رح نعمله هو اطيب معمول بشهادة الكل، الفستق الحلبي مفروم ومقطع. بضيف له ملقة من السكر وبنخلط، واهم شيء بحشوة المعمول ما يكون فيها مي. رح حط ملقعة بس من القطر لتكمش، لانه اذا كان فيها مي بدي اياها عجينة انا، اذا كان فيها مي يا جماعة ما بتعود تسكر. كيف بدنا نعمله هلا؟ رح اخذ شوية زيت زيتون هون منمدها لصينية الفرن أو منحط تحت منها ورقة زبدة، ورح آخذ العجينة بهذا الشكل. نفتح الحبة بهذا الشكل ومناخد الفستق ومنحشيها بهذا الشكل، منسكرها بهيدا الشكل. وليكم هلا عروس صارت عندي، بدي احطها بالقالب. وهيدا الصوت اللي بدكم تسمعوه هيدا صوت الضياع بليلة عيد الفطر السعيد. 1 2 3 ونزلت المعمولة الحلوة اللي بتجنن. رح احطها هون، رح اخذ الثانية ونفس الشيء رح نحشيها الحشوة غير شكل الفستق يلي أكترية الناس بتحبها. مثل ما قلت لكم بليز ما بدنا إياها تكون فيها مي، كل ما كانت الحشوة ناشفة كل ما عطتني نتيجة أحلى. بسكرها بهيدا الشكل، برجع بعملها هيك وبنحط شوية زيت بهيدا الشكل. واحد اثنين ثلاثة ونزلت عندي المعمولة. رح أعمل الثالثة وأرجع أعمل حشوة الجوز وحشوة التمر. رح أعمل 3 حبات من كل حشوة. ما لازم نكتر بالحشوة وما لازم يكون فيها مي. كل ما بحسها بدها تلزق بحط لها زيت زيتون وبجهزها بهيدا الشكل. 1 2 3 نترك فراغ بسيط بيناتهم وبلش جهز التمر. للتمر بستعمل هيدا القالب، باخد عجينة
بحط بقلبها حبة تمر منزوعة النواة، فينا نضيف لها لحبة التمر شوية قرفة، شوية هيل، بحطها هون. واحد اثنين ثلاثة. الله ليكم الله تمر هاي. هاي الثانية حشوة التمر، بتجيبوا حبة التمر تنزعوا النواة عنا، تحطوا ملعقة زبدة تعجنوها، رشة قرفة، رشة هيل، بصير عندكم عجينة التمر. تمر، رشة قرفة، ورشة هيل، هيك. اسمعوا هيدا الصوت اللي بتسمعوه بالليالي قبل العيد بالضياء. تالت وحدة كمان تمر، هلا بدي اعمل الجوز. بالنسبة للجوز بناخد الجوز بنفرمه فرم ناعم، منحط عليه سكر وقطر، شوية مزهر شوية موارد، بس الأفضل والأطيب إنه ما يكون عليه كتير مي. منضيف الجوز، منضيف سكر البودرة، ومنضيف القطر. ليش القطر؟ لأعمل عجينة. صار عندي جوز، فينا نحط عليه رشة قرفة وفينا ما نحط شي. رح آخذ العجينة نبرمها بهذا الشكل، ونختار القالب الدائري، بكبر شوي لأنه دايما معمول الجوز إلى الحصة الأكبر. بهذا الشكل منعبيها جوز، مثل ما قلت لكم ما لازم تكون كتير محشية لنقدر نسكرها، وما لازم يكون فيها مي كرمال ما تفتح. نحطها واحد اثنين ثلاثة. نزلت. الله عليك يا ست بلقيس، كل عام وانتو بخير، ورمضان كريم، ورمضان حلو، والمعمول كتير طيب وسهل. كل اللي عليكم تعملوه تجمعوا رفقاتكم وتشتغلوا معمول العيد بحب. شوي، ما ضروري تكتروا، كيلو من الطحين، نص كيلو من طحين الفرخة، شوية لبن، شوية سمنة، وإيتام من هون وإيتام من هون. رمضان كريم وبيستاهل. عالسريع تعملوها. تقدروا تتواصلوا معي على الانستغرام اذا ما زبطت معكم العجينه، انا بعطيكم اياها صح. بعد عندي اخر حبه، اكيد رح كملهم وبتشوفون بعد ما يطلعوا من الفرن. خبرية كتير مهمة، لحتى المعمول ما يشقق، لحتى المعمول ما يفتح، لحتى المعمول ما ينشف، لازم ندخله على فرن درجة حرارته 180 درجة، محمى من قبل بوقت، ومندخله على وسط الفرن، منولع الفرن من تحت مش من فوق، ومنترك المعمول حوالي 10 دقايق بس. شو حلوة ضيافة العيد
شو حلوة لمة الأهل والعيلة، شو حلو بيوتكم تضل عامرة. معمولاتنا جهزوا والريحة عبت بالمطبخ، ريحة البركة وريحة الأعياد. واو شو حلوة. طبعاً عندي معمول يلي بجوز لازم نحط عليها رشة سكر من فوق. هيك تربينا ناكل الجوز. تانية كمان. معمول الجوز معمول الفستق هن يلي نحط لهم على وجهن سكرناهم. هلا معمول الجوز اما معمول التمر نتركهم هيك. اكثر شيء ممكن نرش سمسم على الوجه، نحط كم حبه تمر هيك بس لنميزها انه هيدا معمول بتمر. وهيك صرنا على نهاية الحلقة. بدي اتشكر فريق العمل، بدي اتشكر الـ LTV اللي سمحت لي فرصة اني اعطيكم هالوصفات الطيبة، بدي اتشكر المصورين، بدي اتشكر احلى ألمة، بدي اتشكر كل الاشخاص يلي ساهموا بانجاز هيدا البرنامج. كل عام وانتم بخير وفطر سعيد، ان شاء الله اكون كنت ضيف خفيفة على تلفزيوناتكم، كل عام وانتم بخير.